حبايبي الغاليين، طلابي الأعزاء، طلبة وطالبات الثانوية العامة 2024، وحشتوني يا أبطال. عاملين إيه؟ لسه مكملين مع بعض؟ شد حيلك، الماراثون لسه بيبدأ، أوعى تيأس، إحنا لسه في البدايات. شد حيلك عشان حلمك يستاهل، شد حيلك عشان فرحة النجاح حلوة، شد حيلك عشان خاطر أنت لازم تبقى بطل اسم على مسمى. بالتوفيق ليكم جميعا ان شاء الله. رجعنا لكم النهارده بفيديو جميل جدا، هنجمع فيه شرح للتحليل الوصفي الانيونات، هنشرحه شرح تفصيلي، تمام؟ بس مراجعه سريعه كده لتجميعه جميله جدا للشواهد وبتاعه المشاهدات والرواسب بتاعه الانيونات، هيفيدك جدا، اوعى تخليه يفوتك، اسمعه بتركيز وراجع معانا، وربنا معاك ان شاء الله. يلا بينا بقى حبيبي الغالي، نشوف بقى احلى تجميعة لجزئية التحليل الوصفي الانيونات والكاتيونات. هبدأ لك النهاردة في الفيديو القصير ده نراجع على حبة الانيونات اللي عندنا، تمام؟ وفي الفيديو القادم ان شاء الله نراجعه على الكاتيونات، تمام؟ راجع الجزء ده كويس قوي واحفظه كويس جدا، وتعالى راجعه معايا كده بتجميعة بسيطة. هنبدأ نشوف كل ألوان الرواسب وكمان كل ما يتعلق بالتحليل الوصفي، تمام؟ طبعا انت عارف ان الاساس العلمي للكشف عن الانيونات هو ان الحمض الاكثر ثباتا يطرد الحمض ليه الاقل ثباتا من محاليل املاحه، والحمض الاكثر ثباتا اي الحمض الاعلى في درجه الغليان، الحمض الاعلى في درجه الغليان بيطرد الحمض الاقل منه في درجه الغليان، فالثبات والغليان علاقه طرد زي ما احنا عارفين، تمام؟ طيب الثبات والتطاير علاقه عكسيه، تمام؟ يعني الاكثر او الاكثر ثباتا هو اقل في التطاير، وكمان الاقل في الثبات بيكون اكثر تطايرا، تمام؟ قسمنا الاحماض عندنا لثلاث مجموعات، احماض متوسطه الثبات، واحماض ضعيفه الثبات، واحماض عاليه الثبات زي ما احنا عارفين. الاحماض في حدود دراستنا طبعا ضعيفه الثبات اللي هي درجه غليانها منخفضه كانوا خمسه. افتكر معايا حمض الكربونيكا، حمض الثايوكابريتيكا، حمض الكابريتوز، حمض الهيدروكابريتيكا، وعندي كمان حمض النيتروز. وعندي الاحماض متوسطه الثبات في المجموعه ب، عندك حمض الاتش سي ال والاتش بي ار والاتش اي والاتش ان او 3 اللي هو النيتريك. وعندنا الاحماض عاليه الثبات، حمض الكابريتيك والفوسفوريك، دول اعلى احماض في الثبات، يعني اعلى احماض عندي في درجات الغليان، تمام؟ حمض من المجموعة ب يستطيع طرد أي حمض من المجموعة ألف من أملاحه، حمض جيم يستطيع طرد الأحماض بتاعت ألف أو ب من أملاحها، أما الأحماض بتاعت جيم لا تطرد من أملاحها، لذلك بنكشف عنها بمحلول كلوريد الباريوم. فقسمنا الأنيونات عندنا إلى ثلاث مجموعات على حسب الكاشف، زي ما احنا عارفين مجموعة أنيونات حمض الـ HCl، وعندنا كمان مجموعة أنيونات ال H2SO4 المركز، وعندنا كمان مجموعة أنيونات محلول كلوريد الباريوم PaCl2. طبعا انت عندك مجموعة الأنيونات اللي بنكشف عنها بال HCl هم، تمام؟ عندنا أنيون الكربونات، وعندنا أنيون البي كربونات، وعندنا أنيون الكابريتيت، وعندنا انيون الكبريتيد والثايو كبريتات، وعندنا انيون النيتريت. طيب مجموعة ال H2SO4 المركز عندنا اربع انيونات، الكلوريد والبروميد واليوديد والنيترات، تمام؟ وعندنا مجموعة كلوريد الباريوم اللي فيها احماض عالية الثبات، حمض الكبريتيك مشتق منه ايون الكبريتات، وحمض الفسفوريك مشتق منه ايون الفوسفات، تمام؟ دي كده المجموعه بتاعت انيونات ال HCl بنكشف عنها بال HCl، وعندنا دي مجموعه انيونات ال H2SO4 المركز، ودول الانيونين اللي احنا بنكشف عنهم بمحلول كلوريد الايه؟ الباريوم. طبعا ليه بنكشف عن ال HCl عن الكربونات بال HCl؟ لان حمض ال HCl اكثر ثباتا من حمض الكربونيك المشتق منه انيون الكربونات. ليه بنكشف عن الكلوريد والبروميد واليوديد والنيترات بال H2SO4 المركز؟ لان حمض الكبريتيك المركز اكثر ثباتا من الاحماض المشتقه منها هذه الانيونات، فهو اكثر ثباتا من ال HCl وال HBr وال HI وال HNO3. ال BaCl2 اكثر، تمام؟ او ده محلول، فاحنا مش بنتبع معاه اسلوب الايه؟
الاكثر ثباتا، لان طبعا دول مشتقين من احماض عاليه الثبات، فبنشتغل معاها باسلوب اخر او نمط اخر وهو نمط الترسيب. طب تعالى بقى كده نتكلم على اول مجموعه عندنا اللي هي مجموعه انيونات محلول كلوريد البريوم. زي ما احنا عارفين في عندنا تجربه اساسيه وتجربه تاكيديه، فانا مثلا عندي شق الكربونات اهو تمام، وعندنا شق البيكربونات. في التجربه الاساسيه احنا هنشرح هنا الاساسيه زي ما احنا عارفين بناخد فيها الملح الصلب تمام، وفي التجربة التأكيدية اللي هناخدها هنا بناخد فيها محلول الايه؟ محلول الملح تمام؟ طيب أولا الكربونات والبيكربونات لما بنحط الملح الصلب بتاعهم، الملح الصلب زائد حمض ال HCl الكاشف، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير الرائق لفتره قصيره شورت تايم نتيجه تكون كربونات الكالسيوم التي لا تزول في الماء، وفي لونج تايم بيتحول ملح الكربونات الى بيكربونات وبيزول التعكير مره اخرى، والاثنين بيدوك نفس المشاهده لان الاثنين مشتقين من نفس ذات الحمض الا وهو حمض الكربونيك، فيدوني الاثنين نفس المشاهده. اما في التجربه التاكيديه عشان كده احنا قلنا HCl لا يصلح في التمييز ما بين ملحي الكربونات والبيكربونات، ودائما نكشف عن نكشف عن ثاني اكسيد الكربون بمحلول ماء الجير الرائق اللي هو CaH2، فتره قصيره بيكون ملح كربونات الكالسيوم الذي لا يذوب في الماء، وفي اللونج تايم بيتحول الكربونات الى بيكربونات بتذوب في مين؟ تذوب في الماء. في التجربه التاكيديه طبعا بناخد معاهم الاثنين محلول الملح بتاعهم زائد محلول الام جي اس او 4. في حاله الكربونات قلنا ايه اللي بيحصل؟ بيديني راسب ابيض على البارد من ماده الام جي سي اس جي تمام بدون تسخين، اما في حاله البيكربونات بيديني راسب ابيض بس بعد بعد التسخين، لانه في البدايه تمام بيتكون معايا بدون تسخين بيكربونات الايه؟ المغنيسيوم، واللي بنسخنها بتبدا تتحول لنفس ذات الراسب اللي هو كربونات المغنيسيوم ولكن بعد التسخين. ده بالنسبه للكربونات والبيكربونات في التجربه الاساسيه والتجربه الايه؟ التاكيديه. بنيجي بعد كده بناخد الشقوق دول مع بعض اللي هو شق الكبريتيتا وشق الكبريتيد وشق السايوكبريتات. بس خليني نقول في التجربه الاساسيه عندي، في التجربة الأساسية عندنا بنحط جنب بعض شق الكبريتيتا تمام وشق السايوكبريتات S2O3 جنب بعض كده وشق الكبريتيد لوحده تمام. طيب بناخد في التجربة الأساسية عندي الاتنين دول مع بعض تمام، بيدوني الملح الصلب مع الملح الصلب بتاعي زائد الكاشف بتاعنا اللي هو حمض ال HCl. طب يا ترى بيطلعوا لنا ايه؟ قال لك الاثنين بيطلعوا لنا غاز اللي هو ال SO2. غاز ال SO2 ذو رائحه نفاذه، وبنكشف عنه ازاي يا استاذ؟ يخدر ورقه مبلله بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك المركز تمام، نتيجه تكون ماده ذات اللون الاخضر الا وهي كبريتات الكروم الثلاثي، لان الكروم الثلاثي فيها بيكون ليها ايه؟ اخضر، فبيتحول اللون البرتقالي لماده الثاني كرومات الى اللون الاخضر، وده الغاز الوحيد اللي عندي، مش الغاز الوحيد بقى، الغاز الذي يخضر ورقه مبلله، لكن اي غاز قابل لعمليه الاكسده هيكون بيخضر ورقه عباد الايه؟ الشمس. قصدي ورقه مبلله بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم عفوا تمام. طيب عندنا كمان هنا في حته زياده، يعني بالاضافه لانه بيطلع معانا SO2 بيطلع كمان معانا معلق اصفر من الكبريت، عشان كده HCl بيقدر يميز ما بين الاثنين بسلاسه عادي. طيب شق الكبريتيد يا بيه، شق الكبريتيد بيطلع معانا في التجربه الاساسيه بتاعته غاز H2S كريه الرائحه، بيكون راسب اسود او بيسود ورقه مبلله باسيتات الرصاص CH3COO2BB. يبقى خد بالك عندك اسيتات الرصاص لما نعرضها للغاز اللي هو له رائحه البيض الفاسد اللي هو له رائحه كريهه اللي هو H2S، بيكون معايا راسب اسود من البي بي اس ذات اللون الايه؟ الاسود تمام. طيب تعالى بقى بناخد في التجربه التاكيديه الاثنين دول مع بعض، مين هم؟ باخد الاثنين دول مع بعض، الكبريتيد والكبريتيد بكاشف واحد بس الا وهو محلول نترات الفضه. محلول نترات الفضه الاثنين مع بعض بيكون لي في حالة الكبريتيد، في حالة الكبريتيتا بيكون راسب من الاي جي 2 اس او 3. ايوه مواصفاته ايه يا ريس؟ مواصفاته ان هو عبارة عن راسب ابيض بس ماله بقى؟ يسود بالتسخين، لو احنا سخناه عارفين انه بيتفكك وينحل حراريا ويديني اكسيد فضة لونه اسود تمام، وكمان غاز الاس او 2. طيب في حالة الكبريتيد بقى مع الكبريتيد قال لك هيتكون معانا راسب لونه اسود من الاي جي 2 اس، يبقى انا عندي ابيض يسود بالتسخين وعندي هنا ايه؟ اسود. يبقى انا كده عندي اتنين اسود، البي بي اس اسود وعندي الاي جي 2 اس اسود، وعندنا كمان قدام في الكاتيونات السي او اس اسود. طيب في التجربه التاكيديه بتاعه السايوكبريتات ايه اللي بيحصل لها؟ بنحط لها حاجه خاصه بيها اللي هي محلول اليود الاكوس اللي هو لونه ايه اصلا؟ بني. طيب السايوكبريتات ذات اللون الايه؟
البني ايه اللي بيحصل؟ بيزول اللون البني، تمام، نتيجه تكون محاليل عديمه اللون اللي هي الان اي اي وكمان ماده رباعي سايونات، ودي اول حاله زوال لون عندي. طب تعالى يا مستر كده المجموعه لوحدها بقى اللي هي مين؟ مجموعه النيتريت. مجموعه النيتريت تمام، بنحط لها الملح الصلب بتاعها زائد حمض الاتش سي ال، بيبدا يتصاعد معايا غاز ان او عديم اللون يتحول عند الفوهه الى البني المحمر، بس الكلام ده ما بيظهرش غير عند الايه؟ الفوهه، نتيجه انه بيتاكسد بواسطه اكسجين الهواء ويتحول الى غاز ال ان او 2 ذات اللون البني المحمر. طيب وفي التجربه التاكيديه بتاعته خلاص بحط له محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك المركز، يعني مضاف اليها حمض كبريتيك مركز، فايه اللي بيحصل يا شباب؟ بيزول اللون البنفسجي. ليه؟ نتيجه حدوث عمليه اكسده واختزال، بيحصل لديت عمليه اكسده وتتحول من صوره نيتريت الى صوره نيترات ان ايه؟ ان او 3، بالاضافه الى البرمنجانات بيزول لونها نتيجه حدوث عمليه اختزال ليها، بيتحول الى ماده الام ان اس او 4 وبيزول لون. يبقى انت كده عندك كام حاله زوال لون؟ عندنا حالتين زوال لون، الحاله الاولانيه اللي هي بتاعه النيتريت مع البرمنجانات، والحاله الثانيه لسه قايلينها من دقيقه واحده بالظبط اللي هي حاله مين؟ اليود مع السايوكبريتات، والاثنين دول مهمين قوي وفيهم زوال لون. خلاص انا عندي ثلاث تفاعلات مهمه في الجزئيه دي تخلي بالك منهم، تفاعل الاس او 2 مع الثاني كرومات المحمضه، تفاعل اليود مع السايوكبريتات، تفاعل النيتريت مع البرمنجانات. تمام كده؟ دول كده شباب الايه؟ مجموعة انيونات الايه؟ ال HCl. طب تعالى كده ناخد المجموعة التانية اللي هي مجموعة انيونات ال H2SO4 المركز، ولازم يبقى مركز عشان احنا عايزينه يطرد ويأكسد. تمام؟ طيب حبيبي ركز معايا كده، انت عندك اربع انيونات، كلوريد، بروميد، يوديد، خدهم لي دول مع بعض وخلي النيترات لوحده. طيب تعالى كده هناخد الثلاثه دول مع بعض، بناخد في التجربه الاساسيه زي ما احنا متفقين الملح الصلب زائد الملح الصلب زائد حمض كبريتيك مركز. طب هنا في حاله ده هيطلع ايه؟ يطلع معانا غاز HCl عديم اللون، تمام، يكون سحب بيضاء، يكون سحب بيضاء مع ساق مبللة بمين؟ بالنشادر، نتيجة تكون مادة كلوريد الأمونيوم اللي هي عبارة عن ملح صلب، بس بيحصل له عملية اسمها التسامي. هو ملح صلب بيتحول من صلب إلى بخار مباشرة دون المرور بالحالة الإيه؟ السائلة. تمام يا برنس؟ عندي كمان في حالة البروميد بيتكون معانا مين؟ الـ HBr، غاز الـ HBr الذي يتأكسد جزئيا، بيحصل له عملية أكسدة بس أكسدة جزئية، يتكون منه أبخرة البروم، وأبخرة البروم البرتقالية الحمراء، والتي تصفر ورقة مبللة بالنشا، بالنشا وليس النشادر. يبقى ده بينطرد بس، يطرد فقط، ده يطرد ويتأكسد. فاكرين موضوع بليا؟ ايوه فاكرين موضوع بليا يا مستر اللي انت قلته وشرحت بيه الجزئية ديت؟ افتكر معانا موضوع بليا، ولو انت مش معانا وعايز تعرف موضوع بليا اشترك معانا على منصتنا ان شاء الله تعرف كل اللي نفسك فيه. اليوديد تمام بيتأكسد وبيطلع معانا ال HI الاول، غاز عديم اللون، يتأكسد برضو اكسدة جزئية، ويبدأ يتكون منه ابخرة اليود ذات اللون البنفسجي التي تسبب زرقة ورقة مبللة بالنشا. يبقى أبخرة البروم عندي بتصفر ورقة مبللة بالنشا، أبخرة اليود تزرق ورقة مبللة بالإيه؟ بالنشا. يبقى هنا عملية طرد فقط، عملية طرد وأكسدة، عملية طرد وأكسدة. عشان كده احنا قلنا بيتصاعد في هذا التفاعل كام غاز لو تفتكر؟ قلنا بيتصاعد ثلاث غازات. مين هم يا أستاذ لو أنت فاكر المعادلات بتاعتها؟ بيطلع معانا في حالة ديت بيطلع معانا قليل من الـ HBr الذي لم يتأكسد، أبخرة البروم، وعندي كمان غاز الـ SO2 نتيجة حدوث عملية الأكسدة، وهنا زيها برضو بيطلع معانا غاز الـ HI، وبيطلع معانا أبخرة اليود، وبيطلع معانا كمان غاز الـ SO2. ثلاث غازات من دي وثلاث غازات من دي، أما دي بيطلع منها غاز واحد بس وبنكشف عنه بالنشادر. تمام؟ طيب الثلاثة دولت بقى بناخدهم بكاشف نوعي واحد ألا وهو محلول نترات الفضة AgNO3. في حالة الكلوريد بيكون إيه يا مستر؟ قال لك في حالة الكلوريد بيكون معانا AgCl، بيكون معانا راسب ال AgCl. تمام؟ AgCl. طب هنا بيكون ايه يا مستر؟ AgBr. طب هنا بيكون ايه يا استاذ؟ AgI. بص يا برنس خلاص، بص بقى في التدرج الجميل ده اللي احنا كنا عاملينه، ها؟ ال AgCl قلنا عباره عن ايه؟ راسب لونه ابيض، وده ابيض مصفر، وده كمان ايه؟ اصفر. يبقى ابيض ابيض مصفر اصفر. طيب الذوبان في النشادر ده يذوب بسرعه، ده يذوب ببطء، بس ماله؟ ده لا يذوب، يبقى اصفر لا يذوب، اللي هو مين؟ ال
الاي جي اي اللي هو يوديد الفضه. طيب ده يصير بنفسجيا عند تعرضه لمين؟ للضوء. ده يصير داكنا عند تعرضه للضوء. ده لا يتاثر بمين؟ بالضوء. اي ان هناك تدرج في الوان الاي جي سي ال والاي جي بي ار والاي جي اي. تمام. طيب تعالى كده نتكلم بقى على مين؟ على الايون الثالث الرابع اللي هو ايون النيترات. ايون النيترات اللي هو ال NO3. ايون النيترات لما بناخد ملح الصلب مع حمض الكبريتيك المركز اللي هو H2SO4 الكونك، تمام، مع التسخين بيطلع معانا ابخره من غاز ال NO2 دايركت مباشره. ابخره ال NO2 ابخره ذات اللون البني المحمر والتي تزداد حدتها باضافه خراطه من النحاس، يعني نضيف خراطه نحاس. تمام. وهنا طبعا في معادله مهمه قوي، معادله تفاعل حمض النيتريك مع النحاس، خلي بالك منها لان حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي وحمض النيتريك بيأكسد النحاس وحوله الى اكسيد نحاس ثم يتفاعل مع الاكسيد وليس مع الفلز. يبقى خلي بالك في النيتريت بيطلع غاز ان هو عادي من لون يتحول عند الفوهه الى البني المحمر، اما في حاله النيترات بيطلع مباشره غاز ان هو توز اللون البني المحمر مع تكوين محلول اخضر اللون، كمان بيتكون معانا او تزداد حده اللون باضافه خراطه من مين؟ من النحاس. في التجربه التاكيديه بتاعته اللي هي كانت تجربه الحلقه البنيه لو انت فاكرها، انت بتاخد ملح نيترات الصوديوم ان ايه الناصري وبتضيف عليه محلول ملح كبريتات حديد ثنائيه، بس بشرط لازم تكون حديثه التحضير حتى لا تتاكسد الى كبريتات حديد ثلاثيه، وبتضيف قطرات برفقه على الجدار الداخلي وانبوبه التفاعل من حمض الكبريتيك المركز، بيبدا يتكون على السطح الفاصل حلقه بنيه او سمراء. هذه الحلقه زي ما بتزول بمين؟ بالرج او الايه او التسخين. طبعا في شويه اسئله فنيه جميله جدا، الصيغه بتاعه الملح بتاع مركب الحلقه البنيه اف اس 4 دوت ان او، في اسئله جميله جدا خاصه بمركب الحلقه البنيه حليناها مع بعض في مذكرتنا وكمان مع الكتاب. يبقى النيترات تجربه الحلقه البنيه وكمان ها غاز لونه بني محمر من قاع الاناء. اخر مجموعه عندنا حبيبي اللي هي مين؟ مجموعة محلول كلوريد الباريوم. زي ما اتفقنا ان شقي الكبريتات والفوسفات ده مشتق من حمض الكبريتيك وده مشتق من حمض الفوسفوريك، تمام، فلا يمكن الكشف عنهما بواسطة الاحماض. علل ليه؟ قلنا لانهما مشتقان من احماض عالية في الثبات، فلا يستطيع اي حمض اخر ترضيهما من محاليل املاحهما، فبنشتغل معهم باسلوب الترسيب. مستر طب اشمعنى محلول كلوريد الباريوم؟ عشان الكبريتات مع الباريوم والفوسفات مع الباريوم الاثنين بيكونوا معايا رواسب، فانت هتاخد هنا محلول الملح، خد بالك باخد محلول الملح الصوديومي اللي هو كبريتات صوديوم مع محلول كلوريد الباريوم. يبقى كلوريد الباريوم بيدوب ولا ما بيدوبش؟ بيدوب. اوعى حد يقول لي بقى محلول كلوريد الباريوم ده راسب، نقول يا عم ده احنا واخدينه كاشف تجربه اساسيه. كاشف اساسي في الكشف عن الكبريتات والايه والفوسفات، وبيبقى محلول ده مع ده، خد الكاتيون من هنا وخد الانيون من هنا، هيطلع معانا راسب ابيض من كبريتات الباريوم، راسب ابيض. طب مواصفات هذا الراسب ايه؟ لا يذوب في مين؟ في حمض HCl. يبقى راسب ابيض لا يذوب في حمض HCl. طب مع الفوسفات؟ تمام. لو انت خدت محلول الملح بتاعنا، محلول الملح اللي هو فوسفات الصوديوم زائد محلول كلوريد الباريوم، هيبدا يتكون معانا ناتج اساسي اللي هو Bs3PO4Pi2. ده عباره عن راسب لونه ابيض من ماده كبريتات فوسفات الباريوم. ده راسب ابيض من فوسفات الباريوم. طب يا استاذ ده راسب ابيض وده كمان راسب ابيض، طب الفرق ما بينهم ايه؟ الذوبان في الاتش سي ال. ده ما بيدوبش في الاتش سي ال وفوسفات الباريوم يذوب في الاتش سي ال. كيف يمكنك فصل خليط من راسبي كبريتات باريوم فوسفات باريوم؟ نقول له الذوبان في الاتش سي ال ثم الترشيح. تمام. طيب التجربه التاكيديه لكل منهما مختلفه عن الاخر. في حاله الكبريتات بتروح تحط له محلول انت استخدمته قبل كده في الكشف عن غاز H2S، ايوه محلول اسيتات الرصاص اللي هو C3CO/2BB، فيتكون معانا راسب من PbSO4 وهو راسب ابيض من الكبريتات الرصاص الثنائيه يذوب في محلول مركز من اسيتات الامونيوم. المعلومة ديت زيادة عندنا،
تمام، محلول مركز من ماده اسيتات الامونيوم ولا يذوب في الاتش سي ال. اي ملح كبريتات مش بيدوب في الاتش سي ال. طب الفوسفات هنحط له المحلول اللي احنا استخدمناه رقم 6 مرات، خلاص كده مرتين مع الكبريتيد والكبريتيت، 3 مرات مع الكلوريد والبروميد واليوديد، وكمان مره 6 مع الفوسفات، فبيكون معانا راسب من الاي جي 3 بي او 4، وهو عباره عن راسب اصفر يذوب في حتتين، يذوب في محلول النشادر يا برنس، يذوب في محلول النشادر بالاضافه لانه بيذوب في حمض النيتريك المركز الساخن. تمام كده، يبقى انت كده بتتكلم في ان عندك فوسفات الفضه تمام راسب اصفر. فيبقى دلوقتي انا عندي 2 اصفر، مين هما؟ عندي راسب الاي جي اي اصفر، وعندي راسب الاي جي 3 بي او 4 برضو اصفر. فيبقى ده اصفر وده كمان ايه اصفر، بس ده اصفر لا يذوب في حمض الاتش اف، لا يذوب في محلول النشادر، وده اصفر ويذوب. وركز لي على الاثنين دول، فلو قال لك انا عندي مخلوط من الاثنين دولت، من الاي جي اي والاي جي 3 بي او 4، الاثنين دولت ازاي تفصلهم عن بعض؟ نقول له باضافه محلول النشادر ثم الترشيح، راسبي يوديد الفضه وايه كمان يا اسطى؟ ها فوسفات الفضه. تمام، فخلي بالك من الحته دي، مهمه قوي قوي قوي. خلاص، ده كانت تجميعه سريعه كده لمين يا شباب؟ لكل الانيونات، تجربه اساسيه وتجربه ايه؟ تاكيديه. خلاص، عرفنا من خلالها 6 رواسب للفضه، الاي جي سي ال والاي جي بي ار والاي جي اي. الاي جي سي ال ابيض، الاي جي بي ار عندي كمان ابيض مصفر، والاي جي اي عباره عن راسب لونه اصفر. عرفنا ان الاي جي سي ال بيذوب بسرعه في النشادر، الاي جي بي ار بيذوب ببطء، تمام، وكمان الاي جي اي لا يذوب، ابيض ابيض مصفر اصفر تدرج، تمام. عندنا لا يذوب بسرعه، يذوب ببطء، لا يذوب. بعد كده عندنا كمان ده يصير بنفسجيا عند تعرضه للضوء، ده كمان يصير داكنا اللي هو الاي جي بي ار، والاي جي اي لا يتاثر بالضوء. تعرفنا عن الاي جي تو اس اسود، والاي جي تو اس 3 كمان ابيض يسود بالتسخين. عرفنا كمان البي بي اس اسود، يبقى انا كده خدت راسبين اسود، البي بي اس اسود، وعندي الاي جي تو اس اسود، عندي كمان الاي جي تو اس 3 ابيض يسود بالتسخين، عندي كمان الاي جي 3 بي او 4 ها لونه اصفر كده، 2 عندي اصفر، الاي جي اي اصفر، وعندي الاي جي 3 بي او 4 اصفر، عندي 2 او عندي 3 رواسب بيض لحد دلوقتي، عندي الام جي اس جي ام جي سي او 3 راسب لونه ابيض ظهر على البارد مع شق الكربونات في التجربه التاكيديه، وظهر بعد التسخين مع شق البي كربونات، لان اتكون الاول بي كربونات صوديوم مغنيسيوم، ثم مع تسخينها انحلت وادتني ها كربونات الايه المغنيسيوم، تمام. وهو راسب ابيض، كمان عندي راسبين بيض، بي اس او 4 راسب ابيض، والبي اس 3 بي او 4 راسب، بي اس 3 بي او 4 باي 2 اللي هو فوسفات الباريوم راسب ابيض، بس ده يذوب في الاتش، لا يذوب في الاتش سي ال، وده يذوب في الايه في الاتش سي ال. عرفنا بعض الغازات والكشف عنها، عرفنا غاز ثاني اكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق، عرفنا الاس او 2 يخضر ورقه مبلله محلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك المركز، عرفنا كمان غاز الاتش 2 اس كارير رائحه بيسود ورقه مبلله باستات الايه، عرفنا كمان غاز ال HCl بيكون سحب بيضاء مع ساق مبلله بالنشادر، عرفنا غاز ال HBr بيتاكسد جزئيا بواسطه الحمض مكونا ابخره البروم البرتقاليه الحمراء لتصفر ورقه مبلله بالنشا، عرفنا ال HI عديم اللون بيتاكسد جزئيا مكونا ابخره اليود البنفسجيه والتي تسبب زرقه ورقه مبلله بالايه بالنشا. ده بالنسبه لاهم الغازات. عرفنا كمان في النيتريت بيطلع معايا غاز ان هو عديم اللون يتحول عند الفوال البني المحمر، ومع النيترات بيطلع معايا غاز ان او 2 من قاع الاناء لونه بني محمر، تزداد حده اللون باضافه خراطه من النحاس. احبكم في الله، انتظروني في مراجعه الكاتيونات قريبا.